من لصغاء المشاهير زياد بن سليم أبو أمامة، ولذلك قيل له زياد الأعجم. قال أبو عبيدة: كان ينشد قوله: فتن زاده السلطان في الود رفعة، إذا غير السلطان كل خليل. فكان ينطق السين شينا والطاء تاء، فيقول: فتن زاده السلطان. ومنهم سحيم ابن عبد الحسحاس، قال له عمر رضي الله تعالى عنه وقد أنشده قصيدته التي يقول في أولها: عمير تودع إن تجهزت غازيا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. فقال له عمر: لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك، يعني لأعطيتك جائزة. فقال له: ما سعرت، يعني ما شعرت. وقال الجاحظ: ومنهم عبيد الله بن زياد والي العراق، قال لهانئ بن قبيصة: أهروري سائر اليوم، يعني أحروري. وروي أنه أملى على كاتب له: الحاصل ألف كر، يعني الحاصل ألف كر. والكر مكيال تكال به الحبوب. فكتبها الكاتب كما سمعها منه، فأعاد عليه الكلام، ففطن أن الكاتب قد كتبها خطأ. فلما فطن لاجتماعهما على الجهل، قال له: أنت لا تهسن أن تكتب، وأنا لا أهسن أن أملي، فاكتب الجاصل الفكر. فكتبها بالجيم. ومنهم صهيب بن سنان النمري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: إنك لخائن، يعني إنك لخائن.